نسيل النشرة من نيروبي، حيث أسدل الستار على أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ترأسها المغرب. شعارها: إجراءات متعددة الأطراف، فعالة شاملة ومستدامة لمكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وفي ختامها: قرارات وإعلان وزاري. نبيل عزرقان. من العاصمة الكينية نيروبي، تأكيد على التزام المغرب الثابت وتصميمه على تحقيق رؤية حازمة ومسؤولة تضع البيئة والتنمية المستدامة في قلب سياسته التنموية وخياراته الاستراتيجية تحت القيادة الملكية المستنيرة. التأكيد جاء خلال أشغال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي ترأسها المغرب. هذه الدورة كانت أيضا مناسبة للمغرب لعرض التقدم المحرز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال المشاريع الهيكلية في مجموعة من المجالات، طبعا الطاقة المتجددة، مشاريع الهيكلية اللي كنمضيوها في الهيدروجين الأخضر، التدبير المستدام للموارد المائية، وأيضا المشاريع الهيكلية اللي كتواكب تنظيم كأس العالم. بحضور أكثر من 5000 مشارك من 190 دولة في هذه الدورة، تم اعتماد 15 قرارا من بينها نصوص رائدة تتعلق بالمياه وتلوث الهواء وتدهور التربة وتدبير المحيطات. توجد أعمال هذه الدورة بالمصادقة على مجموعة من القرارات الهامة كتساهم وغتساهم في تعزيز الحكامة البيئية، غتساهم في تدبير الموارد المائية والرفع من جودة الهواء، تدبير الموارد الكيميائية، المواد الكيميائية والنفايات، تدهور ديال الأراضي والتصحر، البحار، وأيضا تدبير الموارد المعدنية. هذه واحد النقطة جديدة في هذه الدورة. وفي ختام الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة بنيروبي برئاسة المغرب، إعلان وزاري يؤكد على استعجالية الأزمة البيئية العالمية فضلا عن التأثير والتهديدات التي تشكلها التحديات البيئية المتعددة.